هذا وقد أدت حشود غفيرة من حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة في مشعر عرفات، وامتلأت جنبات المسجد ذي المساحة الشاسعة التي تقدر ب 110 آلاف متر مربع، كما امتلأت الساحات المحيطة به بالحجيج. ورغم العدد الهائل للحجاج الوافدين إلى عرفات، فقد اتسم توافدهم إلى المسجد بالانسيابية. وكان المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري قد ألقى خطبة الوقوف بعرفة في جامع نمرة، أكد فيها على ضرورة نشر المحبة بين الناس والعمل على الاستقرار في الأوطان. طريقة المسلم عدم تجاوز ما أمر الله به من الوفاء بالعهود والمواثيق، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والمسلم ملتزم لما أمر الله به من طاعة ولاة الأمور، مما يحفظ النظام العام وينتج عنه استقرار البلدان وأمنها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بل المسلم يمقت الاعتداء على الآمنين من المسلمين وغيرهم في كافة البلدان، ويدين الاعتداءات والجماعات الإرهابية. إن الشريعة قد جاءت بما يحفظ الأمن والاستقرار في كل المجالات، فحفظت الأمن العقدي والأمن الفكري والأمن السياسي والأمن الأخلاقي. جاءت بحفظ الأمن في الدول والأوطان، بل جاءت الشريعة بزراعة محبة الخير في القلوب، فيتمنى المرء لأخيه ما يتمناه لنفسه.